كنتخايل داك الشيء ملي كنبدا كانني كنكتب مسرحيه ولا قصيده شعريه. كيضرني خاطري بعدا من لقى البلاستيك اللوح في طرد الزبال ولا لقى العود ولا الحديد ولا تيجيو الناس ما قارين في الرسم ما قارينش في الرسم ما عارفين حتى شي حاجه يعني عندهم واحد الحس الفني. انا بعض المرات كنقول واش انا اللي درت هذا الشيء، بعض المرات كنستغرب. الكتابه بدلت حياتي وكياني وروحي وبدلت نفسيه احمد الخشين. سلام الله عليكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري تحقيق. موضوع اليوم يلامس تجارب فئة من المواطنين تسلحت بالتحدي من أجل إثبات الذات والخروج عن الرتابة والخمول والاستكان إلى اليومية العادية. هم أشخاص عصاميون في مجالات عدة بعيدا عن المال والأعمال ومنطق الربح والخسارة. هم فاعلون في الثقافة والفن، من زاويتهم يتناولون مواضع من صميم واقعهم المعاش. إلهامهم الإرادة والعزيمة، وزادهم الجد والمثابرة للابتكار والإصرار على تجاوز الصعاب والعقبات. فريق التحقيق التقى ببعض هؤلاء العصاميين المبدعين دون أرضية أكاديمية مؤطرة لإنتاجاتهم، ومع ذلك أثبتوا دواتهم وبرعوا في فرض ما يخالجهم من إبداع لقي اهتماما واستحسانا لدى الكثير من الأشخاص والمؤسسات. وإليكم بعض النماذج التي بصمت أعمالها ميادين يصعب اقتحامها وحجزوا لهم مكانا مريحا فيها. شاخ بين أدوات ولوازم المهنة الحرفة، ولم تشخ ذاكرته وحنين البوح بالقلم الكتابة. أحمد الخشين حلاق استقر بمدينة طنجة. طنجة رفيقة الكتاب والفنانين حاضرة الإبداع. سيجد أحمد الخشين حلبة مصارعة وميدان للتفوق وإثبات الذات. فكانت البدايات من دكان الحلاقة إلى فضاء أرحب للكتابة والتعبير عن مكنونة الذات. الحلقة هي مهنة أعيش بها، والقراءة في الحقيقة بالنسبة لي أعيش من أجلها. فما كان يصعبش علي الوقت باش ما يصعبش علي الوقت الحقيقة في إدراك الوقت للكتابة ووقت العمل طبعا، باش حتى نجد ما أقوم به الأود. نخدم، عندي أولاد، عندي مسؤولية في البيت، عندي لازم نعمل. ولكن القراءة أو الكتابة فلها وقت خاص، يعني نقدر نقول في كل الأوقات. يبقى وقت العمل، الباقي كله كتابة أو قراءة. هذه المدة اللي يعني أنا شيء عنده في الحقيقة، أنا تأثير عندي في السيرة ديالي القراءة والكتابة كانت حلم، كانت مناي. القراءة كانت هي كل شيء، كل حياتي، حتى أثبت بها ذاتي من بين أترابي وأصدقائي ورفاقي. كنت يعني محروم من هذه النعمة القراءة، كنت محروم من النوايا، واحد الحزازة في نفسي ما دمت حيا ما نقدرش نخلي القراءة. ولهذا لما حسيت جمعت واحد التراكم من المفردات والمرادفات بعض القراءة ديالي على الأدباء والكتاب وفي اللغة العربية وبعض النحات، استطعت أن أكتب، وظهر لي أن يعني أن أبدع في الكتابة وأن أساهم أو أحاول في الكتابة. لازم أحاول الكتابة. وفي الحقيقة أدركني شيء من الخوف. بادئ البدء كان خوف كبير من النقاد ومن الطبقة الواعية أو المثقفة في النقد ديالها، أو النقد البناء، يعني عقله هو أفرح بالنقد البناء طبعا. الخوف وهاجس ردة فعل النقاد والمثقفين كان القلق اليومي لأحمد الخشين وهو يخط ما تلقفته أذناه من الزبائن. الكاتب والصحفي عبد الواحد ستيتو اطلع على كتب أحمد العصامي. يقول باسكال: عندما نقرأ أسلوبا طبيعيا تأخذنا الدهشة والنشوة، لأننا نتوقع أن نجد كاتبا، فإذا بنا نكتشف إنسانا. ربما بشكل من الأشكال هذا ينطبق على السي أحمد الخشين في الكتابات دياله، فهو يركز بشكل كبير على الإنسان. صحيح أن كتاباته من الناحية اللغوية فيها الكثير من العفوية، تشعر كأنه يحدثك، يعني هناك
بعض الثغرات، بعض الهفوات، هذه ليس كلها من أخطائه هو، فهو العفوية التي يتعامل بها في الكتابة يتعامل بها أيضا في الإنتاج. فهو يكتب كما أخبرني على الورق، وبالتالي يمر مرحلة إلى مرحلة الرقم ثم مرحلة الطباعة. أثناء هذه المراحل طبعا تحدث أخطاء لغوية، تحدث بعض الهفوات في علامات الترقيم، في أمور أخرى تنعكس على بعض كتبه، ربما هو خطأ وربما هي هفوات، لكن أيضا هي عفوية. تشعر أن عفوية أحمد الخشين تنتقل أيضا من حديثه، من طريقة كتابته إلى كتبه. يعني هي في آخر المطاف هي عفوية، يعني هذا من الأخطاء التي تترك جمالية في الكتاب. شدة الرغبة التي كانت تنتابه كل لحظة وحين للتعلم والقراءة جعلته يواظب على قراءة المجلات والكتب، مواصلا تعليم نفسه بنفسه. نهم أروى به عطش المعرفة لتقوية قريحة الكتابة، فكانت طرطرة الزبناء المادة الدسمة لترجمة الفعل الأدبي. الكتاب الأول كان عبارة عن المحادثة مع الزبناء، يعني كل يوم أو كل لحظة كان نسمع قصة تستحق الكتابة، يعني من المشاكل اليومية في العمل، في الاقتصاد، في الحركة، في الثقافة. هذه الصنعة، هذه الحقيقة الحلقة، هي أنا أعدها مدرسة بالاحتكاك بالحلق الصانع، الحلق مع الزبناء دياله. هي كتختلط مع الكاتب، مع القاضي، مع المحامي، مع التاجر، مع الصانع التقليدي، مع السوق، مع صاحب الخضر. يعني هي مدرسة يعني متنوعة الثقافة والتثقيف. يعني أنا كنت حسب يعني عندها يد كبير في الكتابة ديالنا هي المهنة هذه. اللافت للنظر هو أنت تزول بين دفات دكان أحمد الخشين، كتبه الموزعة هنا وهناك معروضة بشكل مرتب، ملاحظة سيجد لها الكاتب الحلاق تفسيرا يعتبره منطقيا بحكم تجربته. الحقيقة لم يرضيني أن أضع منتوجي الأدبي محل ابني عند واحد التاجر ما كي أدريش النفقة ديره، مش يربح النفقة ديره بك يعطيها ليشي، يقول لي حط رافعين وروح وسير، لما خمسة شهور أجي نشوف كتب عليك ما تبع لك شي. كان تشوفه كيمشي ديك التاجر أو التجار الآخرين أو مجموعة الباعة والباعة، ليش البضاعة كيخلصوها بما في ذلك الجفاف. مثلا الجفاف كيمشي للخزينة كيمشي الجفاف كيحط الثمن ديالو للجفاف، فإذا بالكتاب ما حطوا شي ثمنه، حط ثمنه ومشي وخلي الربح 3-4 ديك خصم 20% أو 25% أو 300. يعني الإنسان يمكن يعطيها يقول له حاضر خذ أخذي ليك بصح خذ، ولكن أعطيني بعد عير عير نفقة ديالي اللي على التعب ديالي، على الورق ديالي، على الورق اللي كنخلصو من عند صاحب النشر والطباعه، يقول لك لا حطوها بشي بلا فلوس. اذا الجفاف احسن من الكتاب. هناك المئات والالاف من الحلاقين لا يكتبون، هو لديه هذا الهاجس الابداعي، هذا النفس هو الذي دفعه طبعا الى انتاج الكتب والى الكتابه عن الانسان. والجميل فعلا هو انه يركز على الانسان في كل كتاباته. هو لم يسافر كثيرا، هو لا يكتب أشياء خيالية، هو ينطلق من الإنسان الذي هو زبونه، وبالتالي كل كتابته تصب في هذا الاتجاه. جميل أيضا في أحمد الخشين أن له بصمته، لديه رؤيته للحياة، حتى قراءاته لديه قراءات متفردة، هو لا ينطلق من أي تجارب أخرى، هو لديه تجربته الخاصة ويصر عليه. حتى في توزيع الكتب كما لعلكم لاحظتم هو يطبع كتابه ويبيعه في محله ويصر على ذلك، لا يبيع لا في المكتبات، لا يبيع لا يوزع بالطريقة الاعتيادية، هو يبيع في محله مصرا على طريقته في الكتابة، ومصرا على طريقته في العصامية، ومصرا بالتالي على طريقته في البيع والتوزيع. يحترم كتبه بشكل كبير، يرفض أن تباع في المكتبات وأن تبلى وأن يؤثر فيها عامل الزمن، يتعامل معها كأنها واحد من أبنائه، يمنحها طابع القداسة. من مدينة طنجة والكاتب الحلاق أحمد الخشين إلى مدينة بني ملال، حيث سنلتقي بالسيد إدريس سهيل. كان نجارا يصارع الخشب والزمن من أجل لقمة العيش، اليوم يصارع ما جادت به الطبيعة لابتكار منحوتات خشبية ستدخله في فلك الفن والفنانين. ما بقيتش بغيت نخدم طنجة، حتى
حتى اني قاعد زدت مشاكل نفسيه. بغيت تنقول كيفاش واحد جون كيفاش غادي يحول حياته من مهنه لشي حاجه اخرى اللي غادي يلقى فيها راحته. ولا من بعد بوحدي بديت تنقلب دائما في علاقه مع الخشب. وليت كنشوف الناس اش كيعجبهم، بغيت ندير شي حاجه كتعجبهم، شي حاجه كيتمتعوا بها ولا كتعجبهم. كنشوف مثلا مشيت لمراكش شفت داكشي اللي في الصويره، وليت كنحلمت انا انني نصاوب دوك الصنيدقات ونصاوب بطوات. وفعلا بقيت تنحاول، يعني حتى واحد ما ساعدني، ولكن بوحدي بديت تنقول علاش لا. يعني عندي تقنيات في يدي اللي خديتها من النجاره الخشبيه، كيفاش التعامل مع لي سيزو مع الماتيريال، وبديت نحاول ما امكن نكتشف فيا داك المبدع. الا انني كنت يعني الابداع دخلت لي من باب الصناعه التقليديه، يعني تبقيت في الاطار ديال الصناعه التقليديه كصوب صنيدقات الطيارات. وانا بديت نسمع ديك كلمه فنان، انت راك فنان وهذا الشيء تبارك الله وليتي كدير، يعني الناس البسطاء اللي دايرين بيا. الرغبة في تفجير المكنونات الفنية والجمالية تملكت إدريس النجار الفنان ليبتكر تحفا ذات جمالية فريدة مشبعة بالرموز والبوح العميق، رسائله المشفرة عنوان صنعة أنامل وأحاسيس ذاتية ترجمت لواقع معبر. كنقول ما يمكنش، خصني ندير شي حاجة اللي تبهر الناس. وبقيت فعلا بقيت ما حسيت حتى، يعني بديت دخلت في النحت وانا ما فاهمش شنو هو الفن ولا، يعني دخلت في النحت وامنت براسي هنا في بني ملال. قلت هما وكاين واحد كاين شي ناس دافعوا عليا باش نشارك في المعرض، وشاركت. يعني انا كان المعرض ديال الصناعه التقليديه راه شي حاجه كبيره، انا باش يبان لي ما عرفت فاش غادي نشارك. المهم وفعلا مشيت حتى داك الشيء وجاو بداو تيجيو الناس، يلاه مازال ما بداش المعرض تيجيو الناس، يعني تيبان لهم داك الشيء. ودرت داكشي ديال القصابات، درت يعني عندي شي منحوتات قليله، ولكن كاين شي ناس اللي هضروا معايا بطريقه مختلفه على الناس العاديين. جاوا عندي ريحوا معايا، يعني منهم السي اديف عبد العزيز، وكان واحد النحات سعيد فرح الله يرحمه مات العام اللي فات، كان جاوا عندي وقالوا لي بان انت كدير النحت وكدير النحت يعني بطريقه فنيه، عندك افكار غير هاد ثلاثه المنحوتات اللي حاطاني، يعني ماشي المسار ديالك هذاك. حاول انك تطور نفسك وتحاول تبحث، وغادي تمشي في المجال ديال الفن وغادي تمشي مزيان. انا هاد القضيه ديال ماشي غير هاد الناس، كاينين الناس اخرين تيجي تيقول لي تبارك الله عليك فنان. كاين اللي تيجي وتريح معاه ساعه ساعتين كيتناقش معايا في داكشي كيعجبو الافكار، انا كنشرح ليه كيفاش درت هادي واش من فكره درت في هادي. تما فين كان التحول لجهه الفن. نحس بانني ممكن نرجع ونتعلم كيفاش، يعني فنان ماشي ساهل. انا بالنسبه لي فنان شي حاجه كبيره، راه الطبيب تيولي تيبغي يولي فنان، مهندس فنان، يعني الناس كاملين ما كرهوش يكونوا فنانة، كل واحد في المجال ديالو. ويعني انا اكتشفت بان الفنان كلمه كبيره وخاصك تخدم عليها. وفعلا يعني بديت كنقرا وكنحاول نبحث داكشي. سبحان الله يعني بداو تيجيو افكار. انا بعض المرات تنقول واش انا اللي درت هذا الشيء، بعض المرات تنستغرب. وبديت شيئا فشيئا تنتحول من الصانع التقليدي، مع انني انا باقي الان صانع تقليدي، راه ما غاديش نخليها ان شاء الله، يعني غادي نبقى خدام نحقش فيها حتى هي الابداع وفيها حتى هي. ولكن بديت تنتحول من صانع تقليدي نقولوا الفنان، يعني انا مازال ما تنامنش براسي كفنان واصل زعما، ولكن تنحلم. عوده الى طنجه والى الكاتب الحلاق الذي سيعود بنا الى سنوات الفاقه وليتم،
الذي دقه منذ شهره الثاني في الحياة. مرحلة الضعف هاته لم تسعفه في تكميل تعليمه. أمنا كانت من أشد الناس فقراً وأذيقهم يداً. عشت طفولتي بين الكتاب والدراسة، لأن الأم لم تتوقف أو لم تتوفر على نفقتي في المدرسة، كباقي أطرافي وأصدقائي، فأخذتني إلى الكتاب. وبعد الكتاب، بعدما كان أحد الفقهاء رحمه الله يمكن أدبني أو يمكن انتقم مني، أنا أظن في يومنا هذا كان ينتقم مني. لماذا؟ لأن الأبناء يأتون بعشرة فرنكات بسيطة الأربعاء، وأنا وحدي خمسة فرنكات. إذن الأستاذ أو الفقيه كان ينظر لي كصبي لا فائدة له مني، ولهذا كنت زائد على النخبة أو التلاميذ الذين كان يدرسون معي، فضربني ضربا مبرحا، مرضت له أياما، ثم عزفت على الكتاب. ولو بعد قبل الأمتدي قلت أبدا لن أرجع. فأخذتني إلى الدراسة، وهي بالحقيقة كانت أحوج إلي منها من الكتاب. يعني في الدراسة كان يدفع لي صاحب الدراسة 50 سنتيم من خميس في الأسبوع. على شاكلة الكاتب والصحفي عبد الواحد ستيتو، سعيد كوبريت له رأي في الكاتب الحلاق العصامي أحمد لخشين بحكم اطلاعه على بكورة أعماله هو الشاعر الصحفي. العصامية هي تمرين ذات من أجل البوح والتعبير من دون التزود بتقنيات التعبير، وهكذا يمكن القول بأن الكاتب والمبدع العصامي هو نسخة طبق الأصل أقول لأثر الواقع من دون مساحق تجميل. ولذلك حينما نتصفح بعين راصدة سريعة لكتابة هؤلاء نجد فيها حقيقة وجوهر وكنه الواقع المعيش من دون تقنيات وذكاء وحيل المبدعين الذين يتسلحون بالنظرية. ولذلك تجد مثلا هذا الحلاق يستلهم من ترترة زبنائه اليومية حكاية وسيناريوهات للتعبير عن الواقع المعيش. السن لا تتحكم في نضج واكتمال الأثر الإبداعي، لأن الأمر يتطلب شرط الموهبة والكفاءة والرغبة قبل التجربة ومعارك الحياة. ونموذج أحمد لخشين الذي تجاوزت مؤلفاته 7 كتب بين القصص والرواية خير دليل على أن الروح سن والإبداع. الكتابة بدلت حياتي وكياني وروحي، وبدلت نفسية أحمد لخشين. والكتابة كما قلت آنفا هي كانت يعني حزز في نفسي بشيء أفتقده في طفولتي، وأشياء الطفولة لا تنسى في الحقيقة عند كل مخلوق في الحياة إلى أن يموت. فالكتابة كانت في الحقيقة هي تحقيق رغبتي ورؤيتي كياني، حتى أقول لأولئك الذين سبقوني: ها أنا ذا رفيقكم وصديقكم الطفل الجاهل بين قوسين، ها أنا قد كتبت، قد قرأت وكتبت وأبدعت ربما قبلكم، لعلي وراءكم. عودة إلى بني ملال، بالنظر للتحف الجميلة التي تعبر عن طاقة كبيرة مشفوعة بأحاسيس معبرة، يطرح السؤال: من أين يستمد السيد إدريس سهيل النجار الفنان أفكاره لنحتها على الخشب وترجمتها لتحف معبرة؟
الافكار هو بحال اي فنان يعني كيتاثر بالمحيط ديالو يعني يقدر كما الناس يعني جميعا كتشوف المحيط ديالك الحروب الازمات ديال القراءه ديال وكنحاول ما امكن ندير شي حاجه اللي فيها اللي يعني تكون فيها واحد الرساله وكنحاول نقدم واحد المنحوته اللي كتعطي واحد الرساله قويه باش مثلا بحال مثلا مش نقد الكتاب هنا كنشوفوا هذا الكتاب هذا اللي هو كيحاول ينطح وخاصنا بطبيعه الحال خاصنا نداركوه ولا نعيدوا النظر في الطريقه باش نتعاملوا معاه ولا وكنحاول ندير ما امكن رسائل اللي تكون قويه بحال مثلا المشنقه اي واحد يعني ملي كيشوف المشنقه كيتخلع ولكن انا ماشي يعني بغيت نوصل هذه الفكره ديال ان الكتاب حتى هو راه في ازمه كبيره لحد انه بغى ينتحر يعني بهذا وكاين مثلا هذه المنحوته ديال الزيتون عندنا في الملال عندنا مشكل كبير في الزيتون بحكم ان البنايات دابا اصبحت بحال الا تتنبت ولكن شكون الضحيه هو الزيتون وهذا الزيتون هنا كيجاوب يعني هو كيؤدي واحد الرساله ديال التحدي هو في تحدي لدوك الناس اللي يعني تيقطعوا تيحيدوا هو بحال الا تيقول لهم بانني يعني قد ما تقطعوا انا ما غاديش نموت هذه في هنا المنحوته هذه درتها كنت حاولت نديرها بمناسبه اليوم العالمي لمحاربه التدخين وجاتني الفكره ديال ان الانسان اللي كيدخن هو طبيعي هو في حالته الطبيعيه يعني كيبان نورمال ولكن نقدروا نشوفوا هنا بحال الخشب كاين مرض حتى هو وكي تتركبوا السوسه من الداخل ما كتبانش هذه المنحوته هذه هي كتبين لنا بان حتى هنا كاينه ازمه ديال القراءه اللي هنا كنشوفوا هذاك التخطيط بحال ديال القلب اللي هو كيعبر على الحركه بان الكتابه كانت في واحد الحركه قويه شويه يعني مشات في خط مستقيم بحال الى السكته ولكن هي ماشي السكته حنا غير تنبغيو ندقوا ناقص الخطر هذه المنحوته الاسم ديالها التدمير الذاتي الا شفتوا هذه كلاشنيكوف الكانو ديالها يعني كيرد الضربه لهذاك اللي كيضرب هو كيدم بحال الا هو كيدمر نفسه يعني حنا كنشوفوا الحروب في العالم دابا مثلا ما بين العرب مثلا عربي كيقتل عربي اش كيقتل يعني كيقتل خوه كيقتل ذاته كيقتل المجتمع ديالو هذا هو هذه الرساله من خلال هذه وهنا هذه المنحوته هذه هذه موجهه للشباب مسار ديالهم كي غيكون يعني ما عمر الشاب ما يتسحب راسو واش غادي يكون الطريق ديالو نقيه من الشكوك ومن الصعوبات لا ضروري خص صعوبات خص صدمات خص باش كما تنقولوا يعني تعطينا راجل ما يمكنش غادي تجي وتصيب كل شيء واجد هذه هي الطريق ديال هنا المنحوته ديال سميتها ستريس هي عباره على دماغ من جهه ومن جهه يعني بحال دماغ لا يفكر عندي عنده واحد العقم وفي نفس الوقت لحقاش حنا تجينا ضغوط ما كنقدروش نفكروا اش نديروا صافي كنشدوا راسنا وكنتسناو الدقه انا ما كان يعني هكا بغيت نعبر يعني خص واحد يفكر في هذاك الوقت اللي باقي ليه فين كاين فين جايه ديك المشكله ولا خصو يفكر كيفاش يفكها أعمال الفنان إدريس سهيل رحلت إلى الخارج بدونه حيث تم تتويجها بالأكاديمية الفرنسية للفنون والعلوم والآداب بباريس لكن الفن والتتويج شيء والعيش في مواجهة تكاليف الحياة شيء آخر هو صعيب باش تعيش بالفن أنا خصوصا أنا في المغرب يعني صعيب كنت حاولت في الأول باش نعيش به ولكن ما يمكنش صعيب لحقاش ما كتعرفش كدير واحد العمل فني اللي كدير فيه مجهود ويقدر ما يعجب حتى واحد
باش يشريه، ولا يقدر ما يجيش مولاه هذيك الساعه، ولا يعني تبقى تتسنى باش. والحياه ما فيهاش انتظار، يعني لقمه العيش ما فيهاش انتظار، خصك تخدم عليها باش تجيبها. ما يعني كتخدم حاجه اخرى؟ كنخدم انا لاجل الفن والمتعه، يعني كنتمتع بالنحت وكندوز وقت اللي يعني كنكون مرتاح ملي كندخل لاتولي ديالي، كنخصص ليه الوقت ديالو. وكاين العمل ديالي حتى هو تنخصص ليه الوقت ديالو، اللي نظرا لانه ما يمكنش الفن باش تعيش به. دونك شنو العمل ديالك اللي كدير باش كتعيش؟ انا كندير المواد الغذائيه، دكان ديال المواد الغذائيه. لحقاش في الاول جربت باش نبيع هذا الشيء ديال الصناعه التقليديه وسميتو، ونظرا كاينه مشاكل ما تقتنعوش بيك، ولا في الاخر خاصك دير شي حاجه اللي خصك من غدا تاكل بها، ما يمكنش تبقى تسنى واحد يجي يشري من عندك ولا. وانا بالنسبه لي انا راه كنعتبر راسي عندي ثروه دابا، من حفظ الدير كنعتبرها ثروه بالنسبه لي انا. هذا هو اللي كاين. من بني ملال إلى قرية تملالت ضواحي ورزازات، حيث سنلتقي بفاطمة ملال، سيدة لم تطع قدمها يوما فصول الدراسة ولا الكتاب. فاطمة جعلت المستحيل ممكنا بزاد الرغبة والإرادة، هي اليوم أشهر من مر على علم في فن التشكيل. زين كان دغيك رفيق بزاف المشاكل زين دم فما الفنانين داغي تدافع على المشاكل غرسني ديال الخدم نس مدينه كلان، شكون كاين اللي كيراه ديك كانت العائله كان لي زارتيست تفتحان زند الوليد الوالده معنا كان تسنى تفتحان هي لي زند يما محمد نتاياك رزميان لبابا خاتها نتا باش زعما ودينا جكدار نعطينا ورغيغ باش هذا الزرس يخ انت زعما ديما دا تدفع باش هذا نقولو تدفعي باش هذا السنغال اللغه باش هذا السنغال شو تزوير ور السنغال اللغات باش هذا السنغال الفرنسي السنغال السنغال باش تصاوب الخط العرب راه تمسفهم غادي نتنا شو ممكن هذا التفخص برا اللي ديال المغرب غريد. يعني المنطقه منين خدات الاسلوب ديالها، المنطقه يعني ديال الطفوله ديال ويعني بالطبيعه المختلفه ديالها وبهاد الجبال الحمراء اللي كنشوفوا قدامنا دائما، ربما هو المنبع منين جا الاسلوب ديال فاطمه. الاسلوب ديال فاطمه يمكن نصنفوه في الفن الفطري مخلط شويه مع الاسلوب السوريالي. ملي كنشوفوا الاعمال ديالها يعني هو واحد الفن الفطري كنعرفوه هو واحد الاسلوب صادق اللي كتغيب فيها يعني الثقافه الاكاديميه. يعني الانسان كيجيب داك الشيء اللي عارف هو داك الشيء اللي عاش في الطفوله ديالو داك الشيء باش كيحلم داك الشيء اللي كيبان ليه بدون مؤثرات اكاديميه. هذا الشيء باش كيبقى الفن الفطري ولا الفن ديال العصاميين هو فن صادق اكثر من الفنون الاخرى. كانت فاطمة تشتغل كغيرها من بنات قرية على نسج الزرابي، حرفة لم تفارقها حتى اقتحامها عالم الرسم، بل أكثر من ذلك تعلمت اللغات لكثرة الوافدين من السياح على لوحاتها التي تستمد أفكارها من محيطها البيئي. سيختم الزيتين غادي تعجب باش السكر تتخدم أظن كاين زين كل شيء تيرباتين تمازير تدان سكر تمازير تاويريد دوسمري، ولكن اللي غير تعجب دي غاد السكر خكرا يكرا يختلف نخف خفتوير انت مازير تاي ضغط السكر هرت تخدم على السكر خطرزة دي تزربعي تزربعي بزفة دران شوية دي سنت الطفار راحتين دي سنت لان دي سنت لكولو ريعتان لان دي سنت وفي غاد سرسغين اي ناريخ تزربيت يمكن تاي السكر غوريت تم تزربيت نيتيلين غلاس واق دي السكر اختزربيت دي السكر هنيك الرسم هذا السكر راه مويت خسر هذا لي طابلو راه ترسم هذا خت ورق انت مزانين راه زون ديال كل 2000 عاد بدي غير السكر لا طوال تي خطرين تي خطر عاد قدينا عاد تي عجب باش السكر ترسم زعما يعجبها ترسم شكون اللي انا كويت ما كل شيء ندي انا قال لي زارتيست لنوين ترسم لنوين السكر الموسيقى يلين يعجبني غنكينا ترسم
فاطمة ملال لم تبارع قط قريتها في السابق من الأيام، أصبحت اليوم تتجول في كبريات العواصم الدولية عارضة أعمالها في المعارض. عصاميتها ورغبتها في تحقيق ميولها الفنية حجزت لها مكانة ضمن كبار الفنانين. لي طوبلوم ويتغديك سنسروس غنكين دسروس غا دسروس غا للوان دخت تناي غدا تيلين بهري كتمزير زند زند زكا غا ورا غلا لوان جهدن أم وينني كي تيلين كتزربيت أما للوان دخت استعمال كتزربيت هرت ندي خص تعمل غي هرت ندي خص تعمل غدا لي طوبلوم هاري تا سروس غا القومي مزان زند التراري مزان دات نتزاهم كي داغي دات إذا تشفن غور وسيف أريد تعجب أرتمس روس غاودنيتني دي دلوت تمن تدارت دي ما يلين ديك سيت سنجبول دي سيكسي وغدي سن تتك زند زند الحيوان زند أريد تعجب باش تنصر صغي لي طابلو هذا أرس ندي خص كرغال نزون ين شو دات نسكسي وغزون زون زعما قلنا تفان الراحة ننسن. من قرية تملات نواحي ورزازات إلى مدينة القنيطرة وتحديدا إلى تعاونية جوهرة شمل التي تعمل على استقطاب النساء من مختلف الأعمار لحثهن على إبراز مؤهلاتهن في الرسم والنحت، عرض لقي إقبالا كبيرا من لدن مجموعة من المتعطشات للفن. هما عندهم واحد الحس الفني وتيبغيو هاد المهارات شويه يسقلوها، لهذا تيجيو هاد الورشات اللي تتوي شويه تتمكنهم تتعطيهم المواد الاوليه ولا الاساسيه للرسم، يعني تنمكنوهم حنايا من تعليم ادوات الرسم وتيجيو الناس ما قارين في الرسم ما قارينش في الرسم ما عارفين حتى شي حاجه، يعني عندهم واحد الحس الفني، يعني عصاميين يعني عصاميين، سيده في الدار ديالها عندها تتعرف تقرا وتكتب وهذاك الشيء، ولكن في الدار ديالها مقابله عي وليداتها تتبغي تعطي واحد الفرصه لراسها تتحاول دير واحد شويه لنفسها وهذاك الشيء تبغي تعطي هذا الوقت لراسها، يعني في التعليم المسائل الحرفيه اللي تترد عليها حتى هي لنفسها ولنفسها ولدارها، بالنسبه ان تجي تعلم الرسم تجي تعلم الرسم على الزجاج على لاطوال على الفولوغ، حنا تنخدموا اكثر الناس لقوا هذا الرسم على المبره السوداء، حنا المبره السوداء هي مبره سوداء شامله يعني حاجه سوداء، ولكن تتحاول هي تخرج هذيك اللوحه الفنيه هذيك اللوحه الفنيه اللي تتكون تحفه بالنسبه ليها تتعطيها مكانتها لان تتشم من السواد تتخرج واحد التحفه اللي تتلقى فيها ذاتها ونفسها بتعبير بالالوان. كلهن لم يلجن يوما ما معهدا من معاهد التكوين في الرسم والتشكيل والنحت، ومع ذلك انتاجاتهن تقول غير ذلك بفعل الرغبه والعزيمه من اجل تحقيق الذات واثباتها عبر التعبير بالالوان، فاللوحات تنطق بمهاراتهن. كاينين عندنا الناس اللي تيكونوا متمكنات، يعني الناس انا بالنسبه لي السيده اللي كانت راها كانت فنانه وخرجت لوحات على بالرسم معها سميتو هاد السيده انها فنانه وجات منين قربت لهذا المكان وهذاك الشيء جات باش تزيد شويه المهارات ديالها. السيده نجات زعما كانت زعما جالسه في دارها ولكن كانت فنانه تدير لوحات بالطرز بالطرز الرباطي بالالوان بهذاك، وحاولت عاوتاني تغير النمط ديالها بالرسم على الفضه، يعني تدير الفضه الرسم على الفضه تترسم على الخشب تدير بزاف الحرف. السيده او الفنانه ناجيه من ربة بيت الى عالم الفن رسم ونقش حدث الرغبة في إبراز مؤهلتها وهي تتأمل في إبداعات زوجها المهنية ينقش على الخشب والجبس لتنغمس في فن كان غريبا عليها بالأمس القريب. جوز ديالي يدير الزخرفة على الخشب واضطريت أنا نتعلم منه تنديرو دي بلافون تنديرو صناديق صغيرة يعني تنخدموا اي حاجه بانت لنا في الخشب تنزوقوها وكنصوبوها الفضه او الزجاج او يعني باغيين نزيد ناخذ فكره على الزخرفه باي نوع، هذا هو اللي جعلني ندخل عند الاستاذه ونزيد نتعلم شحال من حاجه.
على غرار نجية، السيدة فدوى بدورها ولجت عالم الرسم والنحت بدافع إشباع رغبة دفينة بعدما غادرت الوظيفة. راقتها الرتابة، رتابة البيت، لتبحث عن مخرج لمللها، فكانت الفرشاة والألوان ملدها. كنت خدامة وجلست من الخدمة، دونك قلت نشغل الوقت ديالي بتزيين مزيلي والديكور ونزيد نخرج ما عندي في الراس مع الزجاج، الراس مع التوب، دايره حتى الخياطه. وبما انني حتى انا غادي نرحل ما غنبقاش في المدينه، دونك نمشي مدينه اخرى، ما نبقاش جالسه غير في الدار، دونك نلقى ما نعطي، ما نزيد نعطي حتى انايا فكره. قلت دابا نبدا ما حيت ما عنديش الوقت، مزيره بالوقت، ما غادي نغادر المدينه، دونك نبدا بعدا ناخذ فكره على الزجاج، على التوب، على التقنيات ديال المراه، بزاف ديال التقنيات كاينين، ناخذ فكره بعدا، ومن بعد ديك الساعه نقدر نزيد القدام. كاين تقنيات رسم على الزجاج، كاين تقنيات ديال المراه، كاين الرسم على البلاطو، كاين الرسم على التوب، كاين ستانيو، كاين سيراميك، كاين بزاف ديال التقنيات اللي يمكن الواحد يزيد يعطي فيهم. نجية، فدوى، لبنى، قاسمهن المشترك اكتساب مهارة الرسم، تقنيات كانت غريبة عليهن، فهن يؤمن بالموهبة قبل التكوين البسيط أو حتى الأكاديمي، وإبداعاتهن خير دليل على تخطيهن صعوبة التعامل مع الألوان. ما كانش عندي زعما شي تكوين، هي كهواية، وسيرتو على المبرة، يعني كنلقى فيها راحتي، ربما داك الشيء اللي كنبغي نعبرو في الواقع ما تيمكنليش نعبرو في اللوحة ديالي. وهذا ما كان مثلا شي تعلام ولا كانت عندي شي مدرسة ولا هذا، لا ما درت شي تكوين، يعني درت محاولات مع الأستاذة كريمة، درت الرسم على الزجاج، درت ستانيو، درت شنو آخر، السيراميك، ولكن كتبقى لي المبرة وهي كل شيء. أحسن حاجة تلقى فيها راحتي هي المبرة. من القنيطرة إلى ضواحي مراكش، تحنوت، طريق أوريكا، سنزور عبد الحق اليوسي، مبدع يهابه الحديد، ما يعتبره الآخرون متلاشيات يجمعه ليستعمله في إبداع تحف فنية زارت عدة معارض دولية. أنا ملي تنرسم ما تنحاولش نفكر في التجارة، يعني داكشي خارج من الأعماق ديالي، و سور لو بلان استيتيك داكشي يعني في المستوى. وليت كنبحث على رواقات فين يمكن لي نعرض، مشيت شاركت في معارض في فرنسا، مشيت كمثال لا سيتي دي زار ا مارسي في فرنسا، درت فيها واحد العمل. من تما عيطوا عليا شي ناس، مشيت لعندهم لواحد الفيلا سميتو ماكون، خدمت فيه واحد التمثال تما كبير. عاوتاني مشيت لالبي، واحد المدينه في فرنسا حتى هي، وصاوبت فيه واحد التمثال. كنا واحد المجموعه من الفنانين، كل واحد خدم على كان عاطينا واحد الموضوع خدمنا عليه وكله، واش اش اش صاوب. عبد الحق عاشق الرحلات، زار العديد من الدول الافريقيه، ومنها استمد فكره تطويع الحديد لانجاز تحف فنيه. ومع توالي الأيام سقن مهارات الإبداع، وأصبحت كل قطعة مهمولة توحي له بعمل ذا فائدة، وكل ذلك من بنة أفكاره دون دراسة أكاديمية، فالموهبة هي الأساس. في كل مدينة كاين 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 لاكاس، فنمشيو لأن داكشي تيتشرى بالكيلو، تتعزل داكشي. أنا تنشوف دابا انسان عادي غادي يبان ليه طرف ديال لافيراي، ما غايبان ليه حتى شي حاجه فيه طرف ديال لافيراي. انا تنشوف داك الابعاد اللي مور هذاك الطرف ديال لافيراي، و يعني تي هذاك اللي تيبيع داك الحديد تيعطيني الحريه باش نختار اللي بغيت، لان في الاخر تيعبر ليك بالكيلو وتدي هذاك الشيء اللي اختاريتي وصافي. بحال هنا في مراكش كنمشي لازون اندستريال، تمشي للحي الصناعي، تنشري الحديد بالكيلو. هنا كاينين شي وحدين تيدوروا على لافيراي تيشريهم عند الناس، بعد خطا تيجيو لعندي
حيت عارفيني تيقول لي شوف الا عجبتك شي حاجه نزلوها لك نهبروها لك. كاين ناس ساكنين في الدوار تيلقى شي بالا عوجه ولا شي حاجه تيجيبها ليا، لان دخل مع بحال قلتي تاثروا بهذاك الشيء اللي تندير و تيبغيو يساهموا بواحد الطريقه. دونك يلقى شي مقله شي بالا شي لعيبه تيجيبها ليا تيقول لي هذه تقدر تكون طربوش، تقدر هذه البالا تقدر تجي بحال دابا الظهر ولا السدار ولا يعني بواحد تيساهموا معايا حتى هما. تحف عبد الحق اليوسي دعا صيتها واصبحت ورشته مزار العديد من المهتمين بهذا النوع من النحت، بل حتى الاجانب منهم من تعود على التردد عليه من حين لاخر بحثا عن الجديد. Je suis une cliente et surtout une amie d'Abdelhak. Je l'ai rencontré par hasard en passant dans la vallée de l'Aurica. Et je suis tombée amoureuse de ce qu'il faisait parce qu'il utilise d'abord du matériel de récupération. Donc des objets qui étaient à l'origine faits pour être jetés, il leur redonne une vie artistique avec plein de poésie, beaucoup de charme. Chaque objet a une histoire et le personnage est magnifique. Je suis vraiment très admirative de ce qu'il fait. C'est un travail de précision, tout ça avec des matériaux de récupération. C'est... Je ne sais pas, je n'ai jamais vu quelqu'un travailler de cette façon. Quand je le vois, là, il est là, dehors, il est en train de souder, en train de créer. Il n'a pas de plan, il a peut-être une idée dans la tête. Et on voit la sculpture qui se fait au fur et à mesure. Puis après, Abdelhak, il est là, il dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Je dis « Si, c'est joli !» Non, mais là, alors là, tu vois, là, j'aime pas ça, j'aime pas ça, et il recommence. من تحنوت إلى عين توشطات ضواحي فاس، سنزور السيد حسن الزخنيني يقضي وقت فراغه في جمع العلب والقارورات البلاستيكية ومختلف المواد المستعملة ليحولها إلى تحف فنية بدل تلويتها البيئة. جبت نقلوا له هذا البيدو هذا. ملي جبتو يلا صوبتو درت له هذا القادوس هذا. هذا القادوس ديال البلاستيك. ملي مالي هذا القادوس جاني هذا القادوس رقيق. دغيا فكرت قلت علاش ما نديرلهاش واحد الغشاء بشي بيدو اخر باش تعطينا فورما احسن. انا كنصوب هنا وكنفكر عاود هنا الوجه ديالها اش كي غندير له؟ غادي خصني نشوف شي حاجة اللي غتجي باش تعطيني كالبار بريز الجاج باش تجي شي حاجه اللي موالمه. بقيت كنقلب في الفيديوهات اللي عندي حتى لقيت هذا اللي غادي يجيني مع هذا التصاميم كلها بحال شي بياسه شريتها ركبته هنا درت له لقيته هنا بالريفي هنا عطاتني سميتو عطاتني الكري غالب على الاحمر وليت عاود قلبت على طار اخر حيت منه باش صوبت البيبان. هذا البيبان جاو حمر ها هو جا الحمر عاطي منظر. هذه دابا ما غاديش نستعمل فيها السباغه غادي نخليها على اصلها. وهادو ها هنا انا صوبت عاود هادو ها هذه ها هذه غنديرها انا ملي غادي ندير لها سميتو البلاستيك غادي ندير هادو هما تعطي منظر حسن الاحمر معاه غادي يولي بحال الى الجاج بالجوان ديالو ها غادي يجيو هنا هادو ها. وهو يبدع في تنزيل أفكاره تعترضه بعض التعثرات التقنية ليبرع في إيجاد الحلول لإكمال تحفه ومتعته أولا. فالسيد حسن لا يهدأ له بال حتى يرى المنتوج الفني كاملا مكتملا. صوبت هذا الطائرة كملتها درت لها المحركات ديالها الوجه كل شيء درت بقات لي في هذا الزجاج ديال المسافرين كي غادي ندير له. عييت ما نفكر ما لقيتش شي طريقه باش نصنعو. وانا تبان ليا واحد الفكره وانا نهبط للمطبخ وزيت الشبكه ديال الماء على المراه سرقتها لها وقطعتها وصوبت هاد النوافذ ديال المسافرين وكملت الطائره ديالي. ها هي وكاين واحد الطريفه اخرى صوبت هذا
هذا تريبورتور، ومن بعد خصني هذا الضويوات منين غنجيبهم. وانا نفكر بان عندي بنت بنتي عندها دوك المعلقات ديال الحليب ديال الدراري الصغار، ومشيت وهزيت لهم دوك المعلقات وبهم باش صاوبت هادو ها وهادو ها المعلقات ديال المعلقات ديال الحليب ديال الدراري الصغار. المواد ديالي كاين نمشي عند الورشات ديال الميكانيك، لان هما الاكثريه هما اللي كيكون عندهم هاد الترويض ديال تبدا الزيوت، وشي مره من المحطات ديال البنزين. وملي كنجيبهم كيقول لك اش علاش كتستعملهم، كنقول لهم اجيو عندي للدار وغتشوف هاد الشيء اللي كنصاوب بهم شي تحاف اللي غيجلسوا سنين، ما تلوحوش هاد الشيء في هذا في البيئه وما تحرقوش. كاع الا خليتيه هاكل شي شويه، ولكن الا حرقتيه ولحتيه عاد كتخرج منه مواد سامه كيلوت اكثر من ما يخلي الفيديو هاكل كامل. دونك كندير اعاده استعمال. اي اعاده، كندير لو روسيكلاج. وكنوصي الناس كلهم باش يديروا بحالي ويديروا متاهه، ماشي حاجه مزيانه لهاد الدنيا هذه، باش نحاول نحافظوا على البيئه ديالنا. أعود إلى تحنوت عند عبد الحق الذي سيعود بنا إلى بدايته الأولى وحكايته مع هذا النوع من النحت على الحديد، هو الذي أبرع فيه آملا في تمريره لشباب المنطقة. كنت كنخدم واحد الورشة ديال السدور، وكان تيخلصني مرة وانا باقي صغير. دونك تعلمت السدور ملي مشيت لمالي، لقيت راسي معلم السدور وكان بامكاني نحت، لان اشنو كان خاصني؟ خاصني غير الماده الاوليه وشويه ديال التقنيات، وعندي واحد المبتغى، بغيت لار ديالي جو فو ترونسميتر. بغيت انا هاد لا جينيراسيون هادي، يعني الاطفال اللي تيقراو في المدارس هنايا، بقى ندير لهم ورشات، يعني غادي يكون واحد متنفس لهاد المنطقه هذه. يوميات عبد الحق اليوسي تتوزع بين ورشه النحت على الحديد وورشه الرسم، فهو متعدد المواهب، يعرف كيف يتمن الوقت، بل يجد متعه في الرجوع الى حفريات دواخله لانتاج الجديد. هذيك المرحله اللي دوزت في لافريك نوار نفعتني بزاف، وتعلمت بزاف ديال الحوايج، وهذوك التقنيات طورتهم، والحمد لله دابا يعني ما كاينش شي بلاصه في العالم ما عنديش فيها شي عمل. فرنسا ما يمكنش لي نحسب هذوك الاعمال اللي عندي تما، في امريكا حتى هي عندي فيها اعمال كثيره، في المغرب عندي اعمال تاهيه كثيره عند الناس، والحمد لله باقي باغي نطور هاد لار ديالي، لان سا مو سيغ دو سي ان سورت دو اون سورت دو باسبور، سي ان باسبارتو، سا موف لي فرونتيير. ملي تيكون الانسان فنان تيتحلوا ليه البيبان كاملين. بحكم تجربته السابقه في العمل الفلاحي كتقني، وقبل ذلك تجربه قصيره في ميكانيكا الطائرات، فتحافه لا تخرج عن هذين المجالين، عربات، جرارات، طائرات وغيرها من الاليات التي ابدعتها يداه. المجموعه سيدي عندي 106 ديال التحاف. عندي جرارات هما اللي بزاف، عندي 28، وعندي دوك الجرافات عندي شي 7، وعندي السيارات والشاحنات عندي 14، وعندي المروحيات عندي 19، وعندي عاود سميتو الطيارات حربيات كاين 12، وكاين طيارات ديال المسافرين والطيارات القدام، وعندي واحد جوج ديال الدومة، وحده درنا بها عبره كتقول لك خص تكونوا بحال هاد المرات تمشيو تحافظوا على البيئه، وواحد حارس الغابه باش يقول للناس ما تقطعوش الغابه راه غادي تضروا البيئه. كل حاجه خصني ندير لها الرمز ديالها، والكمال على الله. يلتقي السيد حسان الزخنيني مع السيد عبد الحق اليوسي في الرغبه الجامحه لتعليم الشباب مثل هذه الفنون التي تذكي روح الابداع في نفس الفرد،
وتبسط له كيفية التعامل مع البيئة باستغلال ما يهمله الآخرون. أنا بغيت نوصل واحد الرسالة للعالم كله بأن هذا المحافظة على البيئة راه مسؤولية ديال الجميع. إلا قبطنا واحد طارو ديال الميكا لحنا يقدر يجلس 4000 سنة وهو كيضيع في البيئة. هذيك الميكا اللي كان هزو نجيبو فيها الخضرة ولا هذيك 300 عام عاد كتحلل. أرى طارو اللي غليظ ما سمك الميكا ديالو راه غادي يجلس. قلت أنا علاش غادي نخليها أنا يضيع هذاك؟ نصوب به تحفة يقدر تجلس 6000 7000 8000 حتى 10000 سنة إلا احتفظ عليها من جيل لجيل وتبقى عبرة للعالم. لأن ما حد رحنا حيين وعايشين خصنا نديروا شي حاجة ديال الفائدة. ما يقولش الواحد راه فاتني الحال ولا راه ما غنديش راني عييت. لا، لأن إلا خدمتي عقلك راه ما حد أنت زايد وأنت كدير حاجة مزيانة. وقلت أنا هذه علاش ما نخليهاش بحال صدقة جارية من جيل لجيل. وأنا وكنطلب من المسؤولين حتى إلا بغاو يديروا شي مركز أنا كنهدي لهم ساعتين في النهار بالمجان ونجمعوا دوك الدراري اللي كي في الزنقة ما كيقراوش وحبسوا نعلمهم من عندي. بغاو سواء بالفرنسية ولا بالعربية ولا بالدارجة نعطيهم أنا ساعتين من 8 من 6 ل 8 ديال الليل بالمجان. وداك الشيء اللي غادي يصاوبوه يمشي يبيعوا ويوليو يشريو به المواد الأولية بحال الريفي ولا الصباغة ولا بغاو يبيعوه ولا. المهم أنا غادي نأدي لهم هذا الواجب ديالي والكمال على الله. مثل هذه المبادرات الشخصية التي تعتبر حقا فلتة من فلتات الفن والإبداع يجب الأخذ بيدها واحتضانها للمزيد من العطاء وتحفيز آخرين على دخول غمار تجربة من التجارب لإنتاج تحف تخلد بصمات صانعيها.